يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة الجماعة هل سد الفرج بإلصاق الأقدام والمناكب هو سنة واجبة؟ نعم، سن الفرج واجب، لكنه سد الفرج بالفحج مثل ما يفحج بعض الشباب ويحجون رجليهم ويأخذون محل ثلاثة رجال ويضايقون اللي عنهم من نوم. سد الفرج بالتقارب يا أخوان، تقاربوا حتى لا يبقى فرج بينكم، مو بسد الفرج بالفحج، فحج الرجلين. نعم.